تقدم روحك. أنا فرخاني حرفي في صناعة الأحذية. احنا قطاع مهمش عنده سنين طويلة. نحب نوصلوا صوتنا لا محالة، ديما نوصلوا في صوتنا، أما للأسف ما فماش يكون يسمعوا. نعانيوا برشا في معاناة كبيرة، ضاقت بين الدنيا، نعانيهم من الفريب، من الصبات المستعمل، نعانيهم من السلعة المغربة اللامبورتي هذايا ضرنا، ولينا نخدموا الشطر العام. معناتها الواحد باللي يتكلموا شوية، ضرينا في 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 مدخولنا، ضرت صغيراتنا، ضرينا احنا. نحاولوا باش نحسنوا، نحاولوا باش نجتهدوا، ولكن نحسوا بالدولة متاعنا ضد، ما فما حد يسمعنا، ما فما حد يساندنا، احتجينا، عمرنا ما سكرنا كياس، عمرنا ما